كناشط في المجتمع ومؤسس لمجموعة مبادرات وحملات تطوعية، كنا دايماً عمالنا بنواجه مشكلة إنه كتير في بنات وشباب حابين يتطوعوا معنا بس ما عم بيقدروا، والسبب إنه أهليهم عمالهم بيمنعوهم ينزلوا للميدان وينخرطوا مع الجنس الآخر. فمن هون قررنا ندخل موضوع المساواة في النوع الاجتماعي، ومن هون أنا في فرشي بدأت بوار حملة. كرجل اتجسد دوري كخطوة أولى ضمن حركة هي فورشي هو إنه نكسر الصور النمطية الموجودة في الدوائر الصغيرة اللي كنت عمالي بتواجد فيها. في المرحلة الأولى ضمن حركة هي فورشي استهدفنا طلاب الجامعات داخل الجامعات بشكل خاص، وقدرنا نصير بالأردن البلد رقم واحد على مستوى المنطقة العربية. ومن الأردن في 5100 رجل داعمين للمساواة في النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، ومنطمح كلنا مع بعض نوصل للعالم كامل كيف إنه المساواة في النوع الاجتماعي هي وسيلة جداً مناسبة لنعيش كلنا في سلام وبيئة عادلة دون وجود صور نمطية لكل من الذكور والإناث. لأنه قضية المساواة في النوع الاجتماعي هي قضية ما بتمس فقط الإمرأة، بل بتمسني أنا كرجل، لأنه في كتير صور نمطية عمالها بترتسم لإلنا كرجال بتحد من دورنا في الانطلاق في المجتمع تاعنا وممارسة دورنا على أكمل وجه. إنه هلأ صار الوقت المناسب لنوقف كلنا مع بعض ونوصل صوتنا، لأنه صوت كل واحد فينا هو مهم في صناعة التغيير.